يا مساء الفرحة والفوز والانتصارات. العرب يسطروا التاريخ في مونديال كأس العالم. المستحيل ليس عربيا، المستحيل ليس مغربيا. ألف مليون مبروك لأشقائنا المغاربة في كأس العالم. المغرب تسطر التاريخ وتصل إلى دور الثمانية في كأس العالم بعد الفوز على أسبانيا، واحد من الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم في ركلات الترجيح 3-0. كلنا كمصريين وكلنا كعرب شفنا وشاهدنا المباراة، وكل واحد بيلعب مع منتخب المغرب. والله من كل قلبي ألف مليون مبروك للشعب المغربي، ألف مليون مبروك للاتحاد المغربي، ألف مليون مبروك للاعبي منتخب المغرب وللجهاز الفني. شفنا النهاردة ملحمة ومباراة تاريخية ستكتب في التاريخ. لأول مرة منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم. مونديال العرب بكل فخر، وإحنا كلنا كمصريين بنتابع ونشاهد مباراة المغرب وأسبانيا. والله كأن المنتخب المصري بيلعب بالظبط. كلنا كنا بنشجع ونتابع بحب كل 120 دقيقة وكمان ركلات الترجيح. كان كلنا قلوبنا مع الشعب المغربي ومع لاعبي المغرب. التخطيط السليم والنظام هو ده اللي بيوصل في النهاية للنجاح الكبير. فوز المغرب النهاردة هو فوز لكل العرب، فوز لكل العرب. نطير للمغرب علشان نشوف الفرحة ونكون معاكم في قلب الحدث، ولكن من المغرب مع الناقدة الرياضية الكبيرة الأستاذة حنان الشفاع. تحياتي ليكي يا أستاذة حنان. تحياتي ليك وتحياتي لكل الشعب المصري، وشكرا لكل مصري، شكرا لكل بيت وفرد مصري على الدعم على مساندة الأسود. تحية أطلسية من المغرب إلى كل مصر وكل إلى كل كل كل, كل بلدان وطننا العربي الواحد. أكيد أن المنتخب المغربي اليوم لعب بالقميص، ليس فقط قميص المنتخب قميص المغرب ولكن قميص كل العرب، دافع عن الكرة العربية والحمد لله حقق إنجاز تاريخي بوصوله كأول منتخب عربي إلى دور الربع. الأكيد كما قلت زميلي حسام أنها ملحمة وملحمة تاريخية. كنا نطمح في البداية قبل انطلاق المونديال إلى تكرار إنجاز منتخب 86 مونديال مكسيكو الذي ظل صامدا وظل راسخا في الأذهان. فإذا بي وليد الركراكي الناخب الوطني المدرب الوطني المغربي الذي وضع في الجامعة أو اتحاد الكرة الثقة يكرر إنجاز منتخب 86 بل ويتعداه يصل إلى الربع، والأحلام ستكبر والطموح ستكبر. الأكيد أن شهية الأسود مفتوحة، وقال وليد الركراكي قبل الذهاب إلى قطر قال بالحرف أنه غير ذاهب للعب فقط 3 مباريات وإنما للدفاع عن الكرة المغربية. وللحمد لله المنتخب المغربي اليوم في ملحمة تاريخية كروية بروح الوطن بحب الوطن بالتشجيع. أن الشعب الملك كذلك الجمهور كنا قلب واحد مع المنتخب، كنا كما يسميها دائما وليد الركراكي ويحبها، كنا بروح العائلة بقلب الواحد. وحدتنا وحدة هي وحدة الوطن، وحدة حب الوطن والانتماء لهذا الوطن الكبير الذي نفتخر به ويترجم الأسود حبنا لهذا الوطن من خلال هذه المنحة. فوز المغرب النهاردة يا أستاذة حنان هو فوز لكل العرب. اوصف لنا أجواء الفرحة في المغرب كلها. أكيد فرحة عارمة في كل المغرب من طنجة إلى الجويرة وفي جميع عواصم الدول عبر أنحاء العالم. المغاربة المهاجرين الجالية المغربية في كل مكان أكيد أنها تحتفل لأنه إنجاز لطالما انتظرناه وتحقق ولأول مرة مع مدرب مغربي مع الإطار الشاب وليد الركراكي الذي سجل اسمه بمداد من الفخر الأطلسي في الكرة العالمية. فرحتنا كبيرة هنا في المغرب لأن المنتخب الوطني كيف ما قلت لك لم يكرر فقط إنجاز منتخب 86، إنجاز منتخب باتو الزاكي والتيمومي وعزيز بودربالة والعديد من الأسماء الذين تتذكرهم الذاكرة العربية جيدا
بل تخطى هذا الإنجاز وحطمه بالتأهل إلى دور الربع. وكيف ما قلت أن شهية الأسود مفتوحة اليوم، كانت ملحمة كروية، انضباط تكتيكي عالي، قتالية، أن أغلبية اللاعبين مصابين، ومع هذا شفنا إصابة الظهير الأيمن أشرف حكيمي وكذلك العميد رومان سيف، ومع هذا الكل سمعت قبل قليل أن إعلامي مصري يقول أن كل لاعب مغربي كأنه في 11 لاعب. هل تغيير المدير الفني وحيد خالوزيتش قبل البطولة بوليد الركراكي، هل هناك قلق في الشعب المغربي ولا كان هناك ثقة قبل انطلاق المونديال؟ لا، كان اتفاق وكان إجماع من الشارع ومن الإعلام المغربي، وبالتأكيد من الإعلام المغربي، الكل كان يطالب بإقالة ورحيل البوسني خالوزيتش، بالرغم أن النتائج كانت مع وحيد خالوزيتش، ولكن لم يكن الانسجام، لم يكن الانضباط، لم تكن القتالية في اللعب، لم تكن هذه الروح الحماس والتحفيز التي منحها وليد الركراكي للاعبين. خالوزيتش كان أبعد أسماء كبيرة اليوم برهنت على أنها تستحق حمل قميص الوطني، نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، حكيم زياش لاعب تشيلسي الانجليزي، وكذلك عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جده. بالعكس، الشارع الرياضي الكل كان اجتمع على وليد الركراكي، منح الفرصه، نعم، لوليد الركراكي، للاطار المغربي، اما الحسين عموسه واما وليد الركراكي. وانا دائما اؤيد المدرب الوطني للمنتخبات الوطني. بعد قليل سيواجه منتخب البرتغال منتخب سويسرا، اي من المنتخبين يفضل ان يواجه المنتخب المغربي؟ أستعير كلمة بالمغربية قالها نورتيل المرابط، المحارب الآخر، أخ سفيان المرابط الذي كان محاربا اليوم في المباراة أمام إسبانيا، قال بالمغربي المنتخب اللي جا بسم الله، بمعنى لا نخاف من المنتخبات، المنتخب الذي سنواجه بسم الله، لأن كما قال وليد الركراكي نحن نركز على أنفسنا، نركز على أسلحتنا، نحاول أن نطور من 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 من, من, من منتخبنا. وأكيد أن أكبر هاجس وأكبر عدو لإرهاق المنتخب الوطني هو الإصابات، وشفنا أن اللاعبين بالرغم من الإصابات كانوا جنودا للوطن، كانوا جنودا للمغرب في هذه المباراة، سواء كان البرتغال أو غيره. ولحسن الصدف كنا اصطدمنا بإسبانيا في دور المجموعات في مونديال روسيا 2018، وكانت تعادل، كان هدف الطيري، وكذلك لعبنا أمام منتخب البرتغال وكان الانتصار لمنتخب البرتغال بواسطة كريستيانو رونالدو. أعتقد أن المنتخب الذي سنواجه سوف نركز على إمكانيات الأسود، وسوف وليد الركراكي يجهز عدته وأسلحته من أجل الانتصار ومن أجل استمرار المغامرة العربية المونديال. هو كيف ما قلت زميلي حسين منذ البداية، هو مونديال العرب، مونديال العرب العربية، وابتسم للعرب، لم يبتسم للعرب بالحظ وإنما بالمجهود، بالعمل الجماعي، بالتكتيك العالي، بالغيرة، بحب الوطن. كانت البداية مع المنتخب السعودي الذي انتصر على منتخب الأرجنتين، وما أدراك ما الأرجنتين بلوغين ميسي، المنتخب التونسي انتصر على منتخب فرنسا، واليوم المنتخب المغربي لم ينتصر فقط على المنتخب الإسباني بل أطاحه من كأس العالم. والنهاردة هو انتصار يكتب للعرب. كل التوفيق للمنتخب المغربي في المباراة القادمة، وإن شاء الله المنتخب المغربي يصل إلى أبعد نقطة في المونديال. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وألف مليون مبروك من كل قلوب الشعب المصري وكل العرب للمنتخب المغربي. بنشكر الأستاذة الناقدة الرياضية الأستاذة حنان الشفاع. النهاردة فرحة للعرب كلها، النهاردة المغرب بيكتب تاريخ ويسطر تاريخ لأول مرة يكتب للعرب في مونديال كأس العالم. النهاردة لما بيكتب تاريخ ما بيجيش وليد الصدفة، لازم يكون في تخطيط، لازم في ناس بتحب بلدها. النهاردة وأنا واقف وإحنا كنا بننتقد شخص أو رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع بعد خسارة الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد ما نقل ملف المباراة للمغرب. النهاردة بنقدم كل التحية لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي على اللي عمله لبلده المغرب. الوداد بطلا لدوري أبطال أفريقيا، والنهاردة المغرب تفوز على أسبانيا، واحدة من المرشحة للفوز بكأس العالم وتصل إلى دور الثمانية.
هي دي الناس وهي دي النماذج اللي احنا نحب كمصريين تكون موجودة في بلدنا، هي دي النماذج اللي تشرف بلدها، هي دي النماذج اللي بتقف جنب أنديتها وجنب منتخباتها وجنب بلادها. تحية لفوزي لجع، تحية لكل القائمين على الاتحاد المغربي وكل الشعب المغربي. شوف النهاردة التخطيط السليم لما يكون عندك مدرب وطني. النهاردة وليد الركراكي، فاكرين بعد خسارة الأهلي دوري أبطال أفريقيا وكان في دورة مقامة تبع الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي ما كانش فيها ولا مدرب مصري، كان المدرب اللي موجود من مصر وقتها بيتسو موسيماني وما كانش فيه ولا مدرب مصري. المدرب اللي كان موجود وليد الركراكي اللي بيصل للمغرب النهاردة إلى دور الثمانية وبيكتب تاريخ مش للمغرب بس، للكل العرب. هو ده التخطيط وهو ده التنظيم وهي دي الناس اللي تستحق تكون في مناصبها زي فوزي لجع. نروح لفاصل وبعد الفاصل هنتكلم عن الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. نسيب بقى المغرب وانتصارات المغرب وفرحه العرب ونروح لفرحتنا بقى كاهلاويه، هو النادي الاهلي. النادي الاهلي بكره اللي هيلعب في بطوله الدوري مباراه مهمه جدا امام غزل المحله، ودايما مباراه غزل المحله امام الاهلي وخاصه في ملعب المحله بتكون من المباريات المهمه اللي بيتابعها كل عشاق كره القدم. الاهلي عنده مباراه بكره في منتهى الاهميه، ولما تقول لي منتهى الاهميه اقول لك اه طبعا. الأهلي بعد خسارة لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي الأهلي هدفه كبير جدا السنة دي، إزاي رجع درع الدوري إلى الجزيرة مرة أخرى. دي البطولة المحببة والمفضلة لدى جماهير النادي الأهلي. أتمنى بكرة تركيز كبير، هدوء كبير من اللعيبة، يكون عندنا حماس، يكون عندنا رغبة في الثلاث نقاط. النادي الأهلي الحمد لله من بداية الموسم وهو ماشي بخطى ثابتة، حقق كل أهدافه بنسبة 100% العلامة الكاملة. ابتداها مع دوري أبطال أفريقيا والصعود أمام الاتحاد المنستيري، بعد كده تحقيق بطولة السوبر المصري أمام الزمالك، بعد كده العلامة الكاملة في بطولة الدوري 12 نقطة من 4 لقاءات. عندنا بكرة مباراة المحلة وهي من المباريات المهمة. شفنا المباراة السابقة الموسم السابق في المحلة، قدر يفوز النادي الأهلي في الثواني الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة بعد ما كانت النتيجة تعادل 1-1، قدر يحصد النادي الأهلي 3 نقاط في هذه المباراة. لكن دايما مع النادي الأهلي وإحنا بنشوف النادي الأهلي وهو ماشي بخطى ثابتة وهو بيأدي أداء رائع، آه ممكن يكون المباراة اللي فاتت الأداء مش زي كان قبل كده، وده قلنا نتيجة التوقف. أكتر فريق ممكن يتضر من التوقف هو النادي الأهلي، الريتم العالي اللي كان موجود، النواحي البدنية العالية، لما بتوقف وتقف حوالي 25 يوم ده بيأثر في النواحي البدنية، زاد الإصابات واللعيبة المهمة اللي بتغيب عنك، ودي قالها كولر، قال لك أنا بفتقد لعيبة مهمة نظرا للإصابات، إن شاء الله تكون اللعيبة موجودة وترجع مرة تانية. الحاجة التانية مع فوز النادي الأهلي وأداء النادي الأهلي وكل مباراة بيقدمها حلوة النادي الأهلي، هتلاقوا فيه كلام كتير، كلام إن في لعيبة عندها عروض، في مشاكل في اوضه اللبس، كولر جايله عروض وبيفكر فيها. هو ده الطريق اللي دايما احنا عارفين مصدره وعارفين بيجي منين. علشان كده رجائي هنا من كل جماهير النادي الاهلي، بلاش نلتفت لكل هذه الشائعات، خلينا مركزين مع فرقتنا، خلينا نساند لاعبينا، مش عايزين نكون ورقه ضغط عليهم، بالعكس دايما نكون مساندين ومساعدين ليهم خلال الفتره اللي جايه، ان كل مباراه بنعديها بتكون مهمة جدا، تقدر تاخد الـ3 نقاط، بتكون ورقة ضغط على الفرق المنافسة الأخرى. ده بالنسبة للأهلي، وكل التوفيق ليه بكرة في مباراته أمام غزل المحل. النقطة الثانية واتكلمت فيها امبارح سريعا في استوديو الأشبال في مباراة الأهلي والزمالك اللي احنا زعناها لحضراتكم امبارح على الهواء مباشرة، علشان وقت الاستوديو التحليلي، فالنهاردة عندنا وقت ان احنا نتكلم فيها باستفاضة. رابطة الأندية المحترفة، ودي فكرة جميلة، وقلنا هنا تكرارا ومرارا، قلنا دي فكرة جميلة هتطور الكرة المصرية. النادي الأهلي نادى بيها من زمان، تكون موجودة رابطة تنظم الدوري، رابطة تكون على مسافة واحدة من جميع الأندية. وخلي بالكم الكلام اللي أنا بقوله ده،
تكون على مسافة واحدة من جميع الأندية، ما بتدخلش في اختصاصات الأندية، هي بتنظم بطولة الدوري علشان يكون عندنا بطولة قوية تقدر تفرز لاعبين جيدين للمنتخب. امبارح سمعت مداخلة للأستاذ أحمد دياب رئيس الرابطة في إحدى القنوات وهو بيتكلم عن مشكلة حصلت مع بابا فاسيليو مدرب المحلة مع ناديه. امبارح وهو بيتكلم بيقول أصل أنا رحت علشان أوضح اللايحة واتكلمت مع النادي الآخر اللي هو كان رايح له علشان ما ينتقلش ليه. هو النهارده دور الرابطة إنها تروح توضح للأندية ولا في مفروض لايحة قبل انطلاق المسابقة بتروح للأندية الرابطة بتوزعها على جميع الأندية وكلهم بيقروا اللايحة دي؟ هل من دور الأستاذ أحمد دياب إنه يروح لنادي ما علشان يوضح اللايحة ويساعد الأندية؟ حلو وجميل إنك تساعد الأندية الشعبية، بس كان من الأولى إنك تقف وتساند النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لما الكل اتفق عليه، على الأقل كنت تطلع بيان تدين الشخص المخطئ لو أنت النهارده بتتكلم من منطلق مساعدة الأندية الشعبية. دي أول نقطة. النقطة الثانية، لو أنت بتتكلم وتقول إن أنا أساعد الأندية الشعبية، طب ما نادي أسوان نادي شعبي، كابتن ربيع ياسين مشي من عنده، كنت ممكن تروح توجه توضح وجهات النظر للإبقاء على الكابتن ربيع ياسين. الحاجة الثانية، كابتن إيهاب جلال في المصري، كنت ممكن تروح توضح وجهات النظر عشان الإبقاء. أتمنى كل واحد يبقى عارف مهام عمله ويكون على مسافة واحدة من جميع الأندية. الشيء الثاني، لما رابطة الأندية بتحط لائحة علشان تنجح المسابقة، من الأولى أن رابطة الأندية هي التي تنفذ اللائحة اللي هي كاتباها وبعتها الأندية. بمعنى لما يكون في عندنا لائحة عقوبات ومكتوبة الفريق اللي يخطئ يتغرم، الفريق الجمهور اللي يخطئ يتمنع، المشجع الفلاني، عندنا لائحة. وخلي بالكوا كلنا أشدنا باللائحة دي ومسكناها فصصناها حتة حتة لدرجة قلنا جيد إن الملعب يتبل قبل المباريات ويترش بالماء عشان يدي سرعة. فالنهاردة لما يبقى عندك لائحة أنت أولى الناس تحترم اللائحة دي. لما يكون في شغف في مدرج ويكون في تكسير لكراسي في مدرج طبق اللائحة. أنا مش بقول هو في الجمهور، أنا بقول لك ارجع للائحة. اللائحة موجود فيها غرامة، يبقى نفذ اللائحة، هو ده الأولى. أنا بقول الكلام ده، أنا بقول الكلام ده وإحنا لسه ما زلنا مساندين لرابطة الأندية، إحنا معاها ومؤمنين إن رابطة الأندية هتطور، لكن زي ما بقول ما تنساش إنك على مسافة واحدة من جميع الأندية. هو دي النقطة اللي أنا حابب أوضحها علشان بطولة الدوري نحن بنأمل إن بدل ما نشوف 2000 و 3000 في المدرج عايزين مدرجاتنا تكتمل. هدفنا كبير إن احنا نوصل كأس عالم، لازم ننظم بطولة محترمة بحضور جماهيري محترم علشان هدفنا نبقى زي المغرب، نبقى زي تونس، زي السعودية في كأس العالم. هو ده الهدف الأكبر لينا. لازم نخطط ولازم نتعب ولازم نخلص ولازم تكون رابطة الأندية على مسافة واحدة من جميع الأندية. نسيب رابطة الأندية ونروح للنادي الأهلي أيضا اللي بيحقق انتصارات كبيرة جدا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. دايما مباريات الأهلي والزمالك زي ما بنقول دي بطولة لوحدها، دي بطولة خاصة، دي بطولة من نوع خاص عند جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك. لما نشوف النادي الأهلي خاصة بقى وإحنا بنتكلم عن كرة القدم بيبتدي الموسم الحمد لله بانتصار مهم في بطولة السوبر لكرة القدم للكبار الدرجة الأولى، بيفوز على نادي الزمالك في بطولة السوبر. الحاجة التانية وإحنا بنتكلم بقى عن قطاع الناشئين وبرنامجنا هو برنامج الأشبال، لما تشوف النادي الأهلي بيفوز على نادي الزمالك في مواليد 2007 وبيفوز في مواليد 2005 وبيفوز على 2001 وبالأمس امبارح نقلنا لحضراتكم الاستوديو التحليلي وهو بيفوز على نادي الزمالك مواليد 2006. أكيد الانتصارات دي ما بتجيش وليد الصدفة. زي ما احنا شايفين دي مباراة 2001 وفوز شباب الأهلي على الزمالك 2-1
فاز النادي الاهلي على الزمالك 2-1 في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. الفوز والانتصار ده فوز 2005 1-0، محمد عبد الله اللاعب محمد عبد الله هو احرز الفوز، هدف الفوز على نادي الزمالك في القمه المصغره مواليد 2005 اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0. وده بالامس 2006 وفوز النادي الاهلي 2-1 ايضا على نادي الزمالك، والاحرز الهدفين هيكون ضيف النهارده في الجزء الثاني واحد من المواهب الصاعده حسام عادل، وهيكون معانا اخوه التوام ابراهيم. النهارده معانا حسام ابراهيم. وده فوز 2007 على نادي الزمالك ايضا في القمه المصغره، واكتمال فوز النادي الاهلي في قمه قطاعات الناشئين. هيتبقى عندنا بس 2003. لو فاز النادي الاهلي يبقى النادي الاهلي في قطاع الناشئين بيحقق العلامه الكامله في البطوله الخاصه بين الاهلي والزمالك. لما نشوف الفوز وكم الانتصارات تعرف النهارده انك عندك تخطيط، عندك ناس بتشتغل، عندك ناس بتتعب، عندك رؤيه للمستقبل، عندك رئيس نادي كابتن محمود الخطيب، لجنه تخطيط، مجلس اداره بيوفروا كافه الامكانيات لقطاع الناشئين علشان نشوف لعيبه بتخرج من هذا القطاع للدرجه الاولى. زي ما احنا شايفين الملعب ده، ابسط الامور شايف ملعب قطاع الناشئين في ملاعب الناشئين في مدينه نصر، شايف الحلاوه والاناقه، شايف النجيله. الملعب ده وحلاوه الملعب ده ما تشوفوش في القسم الثاني او في ملاعب في الدوري الممتاز. ده بيدل ان في ناس بتشتغل وناس بتلعب وناس بتخطط وناس موفره امكانيات وميزانيه كبيره لقطاع الناشئين عشان تطلع ناشئ للدرجه الاولى. دلوقتي ما شاء الله شوف قطاع الناشئين، البنيه التحتيه، غرف الملابس، حتى المرتبات، كل ولد في قطاع الناشئين ليه مرتب داخل القطاع بيتقاضاه اخر كل شهر. شوف الملابس والزي الموحد، شوف كم الملاعب الموجوده سواء للبراعم او لفرق قطاع الناشئين، شوف دكتور التغذيه الموجود، القياسات. فالنهارده ده شيء مهم كنا لازم نسلط الضوء عليه ونقول شكرا لكل واحد بيتعب داخل قطاع الناشئين علشان نشوف الانتصارات والفوز الحلو ده. والفوز دايما على نادي الزمالك بيكون بطوله خاصه وليه طعم خاص. نسيب بقى قطاع الناشئين النادي الاهلي ونروح لدرس مهم للتاريخ في قيم ومبادئ النادي الاهلي. شفنا امبارح فتيات الذهب، وهم طبعا دايما بيلقبهم جمهور النادي الاهلي بفتيات الذهب لانهم فعلا يتقلوا بالذهب. دايما فتيات الذهب او لاعبات النادي الاهلي في الكره الطائره على مدار اكثر من 20 سنه دايما ليهم الافضليه وليهم الاولويه وليهم الغلبه، ودايما في المركز الاول سواء في مصر او في قاره افريقيا. كتبوا تاريخ صعب ان حد يوصل لهم، لكن خلال الفتره السابقه شفنا بعض اللاعبات مشوا من النادي الاهلي راحوا النادي الزمالك من اجل المال. طيب تعالوا قبل ما اتكلم نسمع كلمة للكابتن محمود الخطيب، كلمة هتقعد للتاريخ ولكل الأجيال، تعالوا نسمعوها مع بعض. من رحيل بعض اللاعبين لأندية أخرى من الأهلي لأندية أخرى بسبب المبالغ أو العروض اللي قدمت لهم؟ أنا ما زعلتش، أنا زعلان عليهم، ومفروض هم اللي يزعلوا أنهم سابوا النادي الأهلي. جملة للتاريخ، وجملة هتفضل لكل الأجيال، وجملة لكل واحد فكر يسيب النادي الأهلي علشان يروح مكان تاني. أنا مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم. بيتهيألي الموضوع مش محتاج تفسير ومش محتاج توضيح. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح مع بعض لاخبار الناشئين والاشبال، وهنبتديها دلوقتي مع معسكر منتخب الشباب 20 ديسمبر والاستقرار على وديتين.
هينطلق معسكر الشباب ان شاء الله بقياده الكابتن محمود جابر يوم 20 من الشهر الجاري. الخبر اللي بعد كده ايضا مع منتخبنا للشباب، الكابتن محمود جابر يتابع حاله المصابين قبل اعلان قائمه منتخب الشباب المصابين. عبد الرحمن رشدان وماجد هاني ويوسف حسن، ثلاثه من اللاعبين الاساسيين والمهمين، نتمنى لهم الشفاء العاجل ان شاء الله يرجعوا منتخبنا من القوام الاساسي. نروح للنادي الاهلي، اهلي 2001 بقياده الكابتن شريف عبد الفضيل يفوز على طلاع الجيش بهدف في دوري الجمهوريه. جاء هدف الفوز في الدقائق الاخيره من عمر المباراه في الدقيقه 83 عن طريق اللاعب عبد الرحمن اشرف مانو. اهلي 2008 يتعادل مع المصري في بطوله الجمهوريه، كان متقدم المصري بهدفين وقدر النادي الاهلي يتعادل عن طريق اللاعب يوسف علاء وبلال عطيه. نروح نشوف اهلي 2006، دي المباراه اللي احنا زعناها لحضراتكم بالامس، يفوز على الزمالك بثنائيه في قمه بطوله الجمهوريه. نروح نشوف مع بعض مباريات الاسبوع الخامس في دوري الجمهوريه مواليد 2006 اللي انطلق الجوله الخامسه بالامس، كان بين الاهلي والزمالك وقدر يفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-1 زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشه. الاهلي فاز على الزمالك 2-1، امبي يفوز على غزل المحله 2-0، وزيد يفوز على بتروجيت 2-0، وسموحه يفوز على الانتاج الحربي 2-0، والمصري يفوز على حرس الحدود 2-1، وتعادل ايجابي بين الاسماعيلي ووادي دجله 1-1، والمقاولون العرب يفوز على فيوتشر 1-0، والتعادل السلبي بين البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا 0-0. نروح نشوف الجدول اللي بعد كده مع مباريات الاسبوع التاسع من دوري الجمهوريه مواليد 2001. فاز النادي الاهلي على طلاع الجيش 1-0، وفوز انبي على البنك الاهلي 1-0، وفوز بيراميدز 1-0 ايضا على فيوتشر، وفوز زد بثنائيه على غزل المحله، وفوز المقاولون العرب 4-1 على الاسماعيلي. حرس الحدود يفوز على الزمالك 3-0، والتعادل الايجابي الجونه مع الاتحاد السكندري 1-1، وايضا التعادل الايجابي مصر المقصه مع فاركو 1-1، والتعادل السلبي اسوان مع المصري، والتعادل الايجابي القناه مع سموحه 1-1. ده كان مباراه الاسبوع التاسع من دوري الجمهوريه مواليد 2001. نروح نشوف مع بعض اهداف 2006، المباراه اللي احنا زعناها بالامس امبارح لحضراتكم، كان استوديو التحليلي كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت كانوا ضيوف امبارح. نذكر حضراتكم بهدفي اللقاء للاعب حسام عادل، ده الهدف الاول، هدف يعني فيه مهاره كبيره، قدر يسيطر على الكوره ويحط مدافع نادي الزمالك في ظهره وقدر يحطها برجليه الشمال على شمال حارس المرمى. ده هدف نادي الزمالك، لا يسأل عنه حارس مرمى الأهلي عمر كامل، تصدى ليها في الكرة الأولى وقدر يتابع بكرة عرضية للاعب عبد الحليم أحمد اللي قدر يسكن الكرة في شباك النادي الأهلي، وكان ده في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول. ده كان تعادل 1-1 عمر الشوط الأول، النادي الأهلي أحرز في الدقيقة 6 وقدر نادي الزمالك يرجع للمباراة في الدقيقة 20، لكن كان للنادي الأهلي الكلمة العليا. هدف من اهداف الاسبوع، من احلى اهداف الاسبوع ايضا للاعب حسام عادل، يعني الاستلام بالدوران ويحطها في الزاويه البعيده على حارس المرمى بينم عن موهبه كبيره ومهاره كبيره من اللاعب حسام عادل. هدف من احلى اهداف الاسبوع للاعب حسام عادل، وده اسلام يوسف اللي حط له البينيه، الاستلام صعبه جدا على حارس مرمى نادي الزمالك. دي كانت اهداف اللقاء. نروح نشوف مع بعض لقاءات ما بعد فوز الاهلي على الزمالك بثنائيه في قمه 2006. كان في اوقات ما كناش مسيطرين على الجيم كويس، بس الحمد لله احنا مسيطرين على الماتش طول الماتش، الحمد لله ضيعنا كتير، جبنا جون بدري، اللعيبه سهلت يعني تسهل الماتش عليها، بعد كده الزمالك رجع في الماتش، بعد كده الحمد لله حققنا المكسب الحمد لله. قبل المباراه كان عادي يعني محاضره، خدنا المحاضره بتاعتنا زي كل ماتش والتكتيك وقال لنا عليه وعلى الكور الثابته وكده، ومن الشوطين بقى عشان كانوا اتعادلوا معانا قبل ما الشوط يخلص فقعد يفوق فينا وعملنا عمل تغييرات وكده ونشطنا يعني. الحمد لله احنا بنشتغل على المباراه دي من اول الاسبوع اللي فات، والحمد لله يعني كابتن سيد قال لنا مباراه ولا هي باربعه بونت ولا هي بخمسه بونت، هي بثلاثه بونت، مباراه زي اي مباراه، خدناها بجديه وبحماس من اول الاسبوع في التمارين، والحمد لله ربنا وفقنا يعني وكسبنا. احنا بعد ما جبنا الجون كان ممكن نجيبه الثاني والثالث، بس احنا هدينا شويه بعد ما دخل فينا الجون يعني ما بين الشوطين، كابتن سيد قال لنا ما ينفعش الماتش ما ينفعش يضيع مننا يعني، احنا احسن واحنا ان شاء الله يعني قلنا هنكسب يعني.
الحمد لله على الفوز اولا. تاني حاجه احنا الحمد لله بقى لنا فتره بنتعب، فربنا كافئنا دلوقتي وكسبنا الحمد لله، كان شكلنا كويس في الملعب. وكابتن سيد يعني معانا مدرب بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كويسه قوي. يعني هو اول لما وانا نازل الحمد لله يعني قال لنا انزل نحافظ على المكسب ونكسب اكتر ونجيب كمان، نازل واحد واحد قال لنا نجيب ونكسب ان شاء الله، والحمد لله عملنا اللي هو قال ايه قال عليه. بنبارك لفريق 2006 الفوز على الزمالك بثنائيه، ومنتظرين منكم ان شاء الله المزيد. ايضا ببارك لفريق 2005 الفوز على سموحه برباعيه في بطوله دوري الجمهوريه، احرز اهداف النادي الاهلي اللاعب محمد عبد الله، يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد رأفت، ويوسف جمال. نروح نشوف ملخص فوز الاهلي على سموحه برباعيه. بنبارك لفريق 2005 الفوز على سموحه برباعيه، زي ما احنا شفنا ملخص المباراه، لقطات واهداف حلوه جدا. بنبارك للكابتن علاء عبده اللي عامل شغل هايل مع فريق 2005 بعد رحيل الكابتن سامر عبد الرحمن. نشوف مع بعض اهداف اللقاء مره اخرى ونحلل هدف هدف مع بعض. الهدف الاول جه عن طريق اللاعب محمد عبد الله، وكان من تمريره واسيست رائع من اللاعب سيف ايمن، حتى رايح له بعد الهدف وفرحه الفوز، هدف من الاهداف الحلوه. ده الهدف الثاني للاعب يوسف سيد عبد الحفيظ، مدفعج جديد للكره المصريه، ده نجل الكابتن سيد عبد الحفيظ. واحد برضه الهدف من احلى الاهداف في هذا الاسبوع، ده الهدف الثالث للاعب محمد رأفت، وايضا من اسيست ثاني من اللاعب سيف ايمن اللي بيعمل يعني بيصنع هدفين في هذا اللقاء، ويضيف محمد رأفت الهدف الثالث للنادي الاهلي. ده الهدف الرابع، اختتم الرباعيه اللاعب يوسف جمال كابتن الفريق ايضا بهدف من تسديده بقدم الشمال على شمال حارس المرمى. ده الهدف الرابع للنادي الاهلي. شايفين كم التمريرات، الاستحواذ، الضغط، كره عرضيه جت من ناحيه الشمال هنا، ويوسف جمال خدمته الكره ومحضر نفسه وسدد، وده الهدف الرابع. كلها اهداف حلوه وملعوبه. بنبارك للكابتن علاء عبده، بنبارك لفريق 2005 اللي بيأدي اداء اكثر من رائع في بطوله الجمهوريه. نروح للقاءات ما بعد فوز الاهلي على سموحه، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل التوأم حسام وابراهيم عادل في ضيافه الاشبال. على المكسب مبروك لفريق 2005 النادي الاهلي، ومبروك لقطاع الناشئين. والله احنا كنا محضرين للمباراه من بدري وعارفين حجم فرقه سموحه من السنه اللي فاتت، واحنا عارفينهم كويس جدا، فرقه كويسه عندهم عناصر كويسه، منظمين، يمكن حتى ماشيين مركز رابع في الجدول. عارفين اكتر نقط ضعف عندهم ونقط القوه، اشتغلنا عليها. في نفس الوقت احنا بنلعب على ملعبنا، واحنا واخدين عهد من بدايه ما انا مسكت الفرقه ان احنا اي ماتش على ملعبنا ان شاء الله ما عندناش اختيار غير المكسب. الولاد كان عندهم دوافع، نفذوا التكتيك بشكل كبير جدا، مش 100% بس نفذنا على فترات التكتيك الهجومي حتى الدفاعي، وعمليه الضغط العالي كانت نفذها بشكل كويس جدا. فالحمد لله على النتيجه، وبشكر اللعيبه والجهاز الفني. وبالنسبه للدوري احنا متعودين دايما ان احنا بنلعب على المركز الاول، الحمد لله النهارده المكسب بنتيجه كبيره 4-1 يديك حافز ودافع ان انت تواصل المسيره. ودايما زي ما بنقول كده ان انت بتوصل المركز الاول حاجه صعبه، بس الاصعب انت تحافظ عليه. وهم لعيبه عندهم حته الرجوله والثقه بالنفس، فدي حاجه تقدر تساعدك كجهاز فني. طبعا الحمد لله على الاداء وعلى المكسب، بشكر اللعيبه، بشكر الكابتن علاء عامل شغل كبير معانا. كنا بنلعب فرقه سموحه، فرقه كبيره وفرقه محترمه. الكابتن علاء طبعا شغال معانا تكتيك طول الاسبوع، الحمد لله من الاربع جوان قدرنا ننفذ التكتيك كله، الاربع جوان من التكتيك كله الحمد لله. يعني ما بين الشتاء لينا مسكوا كوره كتير، استحواذ وخدوا الكره الثانيه، والحمد لله نفذنا الكلام ده. الجون الثاني بتاع يوسف جمال جابه شوط الكره الثانيه، والالتحامات كانت بتاعتنا وسيطرنا على الملعب الحمد لله، كنا كويسين الحمد لله. اول حاجه يعني حابب اشكر ربنا على ده دوت، والحمد لله حابب اشكر اللعيبه، وحابب اشكر كابتن علاء على الشغل اللي هو قدمه معانا طول الفتره اللي فاتت دي. طبعا الماتش كان صعب، بدايته كان صعب، جبنا جون وجبنا الثاني، بس هم جابوا جون وخرجنا الشوط الاول 2-1، بس الحمد لله قدرنا نرجع. طبعا احنا سمات النادي الاهلي نقدر نسيطر، ورجعنا الحمد لله وقدرنا نجيب 4 اهداف وكسبنا الحمد لله. الحمد لله على المكسب، وحابب اشكر اللعيبه كلها على الاداء النهارده، كنا رجاله وادينا بشكل كويس. وبرضه حابب اشكر الجهاز كابتن علاء وكابتن محمد صلاح والجهاز الفني كله والدكتور وكابتن عماد،
والحمد لله يعني نزلنا تنفذنا التعليمات في الملعب والحمد لله نتيجة كسبنا 4 وكنا ظاهرين بأداء كويس والدنيا كانت كويس يعني الحمد لله. أهلا بحضراتكم من جديد، معايا النهاردة 2 من نجوم المستقبل إن شاء الله، التوأم حسام وإبراهيم عادل. دايما لما بيجوا ضيوفي بكون عارفهم، لكن النهاردة الاتنين مصعبين عليا أنا المهمة، لابسين نفس التيشيرتات نفس البنطلونات نفس الجزر. فيبقى أول سؤال ليا على الحلقة، حسام ولا إبراهيم؟ إبراهيم. صح كده؟ إبراهيم عادل. حسام عادل. حسام عادل، زي ما أنتم شايفين، نفس اللبس ونفس كل حاجة. توأم حسام وإبراهيم، تجربة جديدة بعد ما شفنا تجربة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، بتتكرر تجربة أخرى في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن شاء الله تجربة جديدة هتشوف النجاح في النادي الأهلي وفي الكرة المصرية. ماشيين على نفس الخطة، أداء رائع، اتنين عندهم طموح كبير، اتنين لعيبة إن شاء الله نشوفهم في القريب العاجل في الدرجة الأولى في النادي الأهلي. منورنا وشرفنا إبراهيم. أنا متشرف إن أنا مع حضرتك النهاردة، وسعيد جدا إن أنا متواجد مع حضرتك في قناة النادي الأهلي النهاردة. مشرفنا ونورنا يا كابتن حسام. حبيبي يا كابتن أسامة، أنا ليا الشرف إن أنا على قناة النادي الأهلي، وليا الشرف إن أنا طالع مع حضرتك النهاردة والله. من سنة كنتوا ضيوف معانا، وكان برنامج الأشبال وش السعد عليكم. وقتها بدأتوا تعرفوا أكتر، تتألقوا في الماتشات ورحتوا منتخب مصر. ما وفقناش منتخب مصر، لكن كانت خطوة مهمة لكم في منتخب مصر. طبعا احنا يعني هي السنه اللي فاتت لما طلعنا مع حضرتك دي كانت بدايه برضو ان الناس تعرفنا، وكذا حاجه جت لنا بسبب ان احنا طلعنا قناه النادي الاهلي، ودايما ده وش السعد علينا النادي الاهلي، ان هو اي حاجه بتجي لنا بتجي لنا من خلال النادي الاهلي. وانا سعيد جدا ان انا ربنا كرمني وبقيت في النادي الاهلي. تمام، مبروك يا حسام. امبارح اداء اكثر من رائع، كل فريق 2006 امبارح بتحرز هدفين في مباراه يعني تابعها كل جماهير الاهلي. امبارح ابتدينا الاستوديو التحليلي وكان يوم اهلاوي حلو، ابتدى بفوز الاهلي امبارح وفوزته على الزمالك في بطوله الجمهوريه 2-1، وانت كنت صاحب الهدفين وهدفين الفوز للنادي الاهلي. والله الله يبارك فيك كابتن اسامه. طبعا والله الهدفين دول كله بفضل ربنا وبفضل زمايلي، يعني انا لولا زمايلي بس ما كنتش جبت الجولين. انا بشكر زمايلي كلهم يعني، الحمد لله اللي انا قدرت اسجل هدفين، وانا كان عندي ثقه بنفسي اللي انا لما جبت الجون الاول كان عندي ثقه ان انا اجيب هدف ثاني. ودخل فينا جون التعادل في الدقيقه 20 باين، وكان عندي ثقه لغايه ما جبت الجون الثاني، وكنت حاسس ان انا اجيب جون ان شاء الله يعني. معانا الجون الاولاني ده كان في الدقيقه 6 من بدايه المباراه، بس اللي عامل لك الهدف ابراهيم. انتوا بتتفقوا مع بعض قبل المباراه حسام يقول لابراهيم اي كره تلعبها لي ولا ايه؟ قول لنا على الهوا. لا والله بتبقى عادي كده. لا هات لنا الهدف الاول، مخرجنا برجاوي عايزين نشوف الهدف الاول. ده هدف يعني التوأم حسام وابراهيم. ابراهيم عملها لاخوه حسام، كانت في نص الملعب. بتتفقوا مع بعض ابراهيم؟ اكيد لا يعني. بص ده الهدف الاول، تمريره طويله لحسام وكانت بمجهود فرد قدر يحط المدافع في ظهره ويحطها. والله اول 10 دقائق كده احنا بنبقى واخدين التعليمات اللي احنا ما بنحضرش كتير ورا وبنلعب على قدام، فهو ده بسبب الشغل اللي احنا كنا حافظينه يعني من الكابتن سيد، فهي وبنحظه جت لحسام يعني، والحمد لله ان هو سجلها. بس برضه يعني لو هبصل اللي جنب حسام كورتين ممكن حسام يعني اديله اكتر شويه. لا لا والله كل زمايلي واحد عندنا في الفرقه، واي حد يعني اي حد لو هو اللي هيجيب الجون غير اخويا طبعا ببصل اي حد في الفرقه وكلهم اخواتي يعني. طب قول لي بقى، انت ما شاء الله ابراهيم يعتبر لعيب جوكر في الفرقه. طب باك رايت موجود، لعيب نص ملعب موجود، تلعب ناحيه اليمين موجود، ما شاء الله ما يعني تلعب في كذا مكان. يعني الحمد لله رب العالمين. انا من السنه اللي فاتت يعني لعبت 9 مراكز مع كابتن سامر، كان بدايه الكابتن سامر هو اللي وظفنا في كذا مركز ولعبت في 9 مراكز يعني الحمد لله، واي مركز كنت بلعب بيه بفضل ربنا وكنت بادي كويس. طب قول لنا 9 مراكز برضه اللي انت لعبت يعني. انا اصلا كنت في بدايه الموسم 6، راح كابتن سامر عبد الرحمن لعبنا 10، وبعد كده بقى جبنا من 10 ل 6 الباك رايت لونج يمين لونج شمال ل 8 لمهاجم تاني جنب حسام قبل كده، ورجعنا سيرد باك في ماتش. وكان اي المدرب لا ده تلعب كل المراكز بس حارس المرمى بس. الحمد لله رب العالمين يعني هم مركز الباك ليفت وحارس المرمى اللي فاضلين لي، بس انا يعني بشتغل على اي حاجه لان انا عايز اوصل وان شاء الله احقق حلم. كويس. حسام برضو نفس القصة يعني، كنت بتلعب مساك ما شاء الله، مساك مميز جدا. السنة اللي فاتت لقيت تغيير مركزك، بقيت تلعب راس حربة، واحد من هدافين الفرقة.
وهدافين المسابقه كمان. والله الحمد لله يعني كله كان بفضل الكابتن سامر. انا كنت بادئ الدوري سيرد باك بعد كده الكابتن سامر في ماتش المقاولين باين عشان عملت كوره كده خدت كوره رقصت ست عيال المقاولين ست لعيبه فقال لي والله من الماتش ده ما هتلعب سيرد باك تاني راح حطتني ديفندر ساعتها ستة ولعبت ستة برده وحطيني ثمانية ولعبت ثمانية برده وبعدين حطيني وينج رايت وينج ليفت وبعد كده بقى راح في الاخر حطيتني فيرود الحمد لله قدرت امشي معاه لان هو اشتغل معاه بشكل كويس جدا هو ليه كل يعني كل اللي انا فيه ده كله بفضل كابتن صابر طبعا وانا بشكره جدا يعني. حلو قوي ان اللاعب يلعب في كذا مكان ده بتبقى فرصه كويسه حتى لما بتطلع درجه اولى المدرب ممكن يوظفك في مكان غير المكان بتاعك فانت يبقى عندك انك جاهز لعبت في المكان ده فمفيش مشكله بالنسبه لك. قول لي مباراه امبارح بقى تحضير ليها قبل المباراه كابتن سيد غريب قال لكم يا ابراهيم طبعا مباراه امبارح دي احنا اي ماتش من حضور بطوله خاصه كمان الماتش ده ماتش بيبقى ماتش قمه مع الفرقه على طول بتنافسك طبعا كابتن سيد غريب كان دايما بيحمسنا وكان بيكلمنا ان ده ماتش بثلاث نقط مش باربعه ولا بخمسه بس انت برده لازم تكسبه لان الناس كلها بتتفرج عليك وانت برده لازم تشرف نفسك وده ماتش مذاع وبرده انت لازم كل ماتش تكسب اي فرقه جايه لك لازم تكسبها وده برده مش اي ماتش دي فرقه القمه وكان كابتن سيد غريب بصراحه شغال معانا شغل جامد قوي قبل الماتش ده وكان محفز كل اللعيبه وكان اي لعيب بينزل اذا كان هو احتياطي او في الملعب كان لعيب كلها رجاله الحمد لله. تمام حسام انتوا جبتوا الهدف انت جبت الهدف في الدقيقه السادسه بعدها مفيش 10 دقايق الزمالك جاب هدف التعادل لقيتوا في الملعب ولا انتوا كلاعيبه مع بعض بداتوا تتكلموا وتلموا بعض وعايزين نرجع المباراه مره ثانيه؟ والله احنا كلنا كلاعيبه كان عندنا ثقه في ربنا كبيره وكان عندنا ثقه في اللعيبه كلها اللي احنا هنقدر اول ما جينا فينا الجون كلنا قلنا عادي ولا يهمنا هنجيب وهنكسب وكان عندنا ثقه اللي احنا هنكسب يعني عشان احنا في ملعبنا واحنا كنا الحمد لله ماشيين كويس يمكن الشوط الاول مضيعين مثلا يجي اربع انفرادات حقيقي مضيعين كورتين بالدماغ شهاب وانا يمكن مضيع كوره فاحنا يعني كنا عندنا ثقه في ربنا وثقه فينا كلنا اللي احنا هنحقق الفوز وكسبنا الحمد لله. اصعب اوقات المباراه كانت ايه يا ابراهيم؟ هي بعد مثلا جت في الدقيقه بعد ماتش 1-1 بعد 1-1 ديت الماتش اكملنا هم جابوا الجون بقى فعندهم الحماس واحنا برده دخل فينا الجون فاحنا لازم كنا نقف على رجلينا وده الحمد لله فضلنا واقفين على رجلينا لغايه الشوط الثاني ونزلنا الشوط الثاني عوضنا والحمد لله وفزنا بالمباراه. كويس طب لما جت ركله الجزاء بقى في الثواني الاخيره الزمالك لو احرزها يرجع للمباراه وتبقى النتيجه التعادل، كان عندكم ثقه ان ربنا ممكن يكافئكم في المباراه دي انكم تبقوا الافضل طول ال 90 دقيقه، فدايما التوفيق بيروح للمجتهد. والله لقيت وقت ركله الجزاء ولا كان والله يا كابتن اسامه كنت عندي ثقه في ربنا كبيره، يمكن قلت للحكم ولعبت الزمالك وحلفت لهم قلت لهم والله ضربه الجزاء هتضيع، قلت للحكم والله ربنا ما بيرضاش بالظلم، وضربه الجزاء ضاعت وانا حلفت له قلت له والله هتضيع. قلت للحكم كده؟ والله الحكم ولعبت الزمالك كلها اداني انذار عشان قلت له كده، قلت له والله ضربه الجزاء هتضيع، وقلت لعبت الزمالك وفرقتنا قلت لهم والله ما تقلقوا هتضيع، والحمد لله ضاعت يعني وقدرنا نكسب، عشان حقنا اللي احنا نكسب المباراه دي، احنا عملنا مجهود كويس جدا في الماتش ده. جبت كام هدف في مباراتك مع الزمالك؟ جبت 2 في الماتش ده واتنين في الماتش اللي فات اللي قبله وجبت واحد جبت 5 اجوان في الزمالك يعني كعبك عالي على الزمالك الحمد لله والله كله بفضل ربنا تمام قول لي بقى يا ابراهيم كابتن خالد بيبو بعد الماتش امبارح قال لكم ايه؟ لا طبعا كابتن خالد بيبو ده يعني مثلا يعني بنشكره جدا لان هو اكتر واحد في النادي واقف معانا ودايما بيدعمنا وبيدعم القطاع كله وشغال معانا بصراحه احسن شغل وجالنا بعد الماتش يعني بارك لنا على الفوز وهو دايما اول واحد في النادي بيبقى واقف جنبينا ودايما بيساند الفرقه كلها وبالذات فرقتنا بيبقى على طول ساعات بيجي يلعب معانا في الفرقه ودايما بيبقى واقف جنبينا ويعني بنشكر كابتن خالد بيبقى على المجهود اللي هو عامله معانا. لما نزلتوا امبارح بقى انتوا مصر القديمه صح؟ اه لما نزلتوا مصر القديمه بقى والمباراه مذاعه قناه الاهلي وبدات الناس تعرف حسام وابراهيم التوأم امبارح كان يوم حلو كمان على قناه الاهلي واحتفلنا بفوز الاول ابتديتوا بالفريق 2006 بعد كده فتيات الذهب لما فازوا على نادي الزمالك امبارح في الطياره 3-1 لما نزلت مصر القديمه بقى الاجواء والناس في الحته وفي الشارع بقى لكم ايه؟ والله دايما الناس في الحته اللي انا عايش فيها بتفرح لنا جدا وبتتمنى لنا الخير يمكن كل اصحابي والناس الكبيره اللي عندنا في المنطقه كلمتنا وباركت لنا ويمكن كل اصحابي والله بعد الماتش واصحابي كان كذا واحد من صحابي برضو قالوا لي هتجيب جونين وهتكسب والحمد لله يعني هم بيفرحوا لنا جدا ودايما واقفين معانا وبيدعمونا جدا والله وبيحبوا لنا الخير وبيفرحوا لنا في كل حاجه بنعملها والله. كويس ابراهيم مين اللي كلمك بعد الماتش امبارح؟
لا يعني كل زمايلي في المنطقه كلمونا وكلهم بيبعتوا لنا بصراحه، وفي واحد صاحبي اسمه عمرو من هناك ده على طول بيكلمنا وواقف جنبينا، وكلهم بيكلمونا بصراحه وواقفين جنبينا، وكان في برضه زمايلي معانا في الماتش، وطبعا انا بشكر منطقتي كلها ان هي واقفه جنبينا وبتساندنا، وكلهم بيحبوا لنا الخير بصراحه، وطبعا انا فرحان ان هم واقفين جنبينا، وان شاء الله نشرف منطقتنا ونشرف اهلي وان شاء الله نوصل للي احنا عايزينه. ان شاء الله تقدروا تحققوا حلمكم كده وتكونوا حاجه ان شاء الله يعني مشرفه لمنطقتكم وللنادي الاهلي كمان. بطوله الجمهوريه لعبتوا فيها لحد دلوقتي حوالي 5 ماتشات صح؟ اصعب مباراه دلوقتي في ال5 مباريات واجهتكم كانت ايه؟ والله يعني يمكن احنا النادي الاهلي فاز في 3 وتعادل في 2 صح؟ يمكن طبعا. اول ماتش كنا بنلعب المصري بس طبعا. يمكن انا وابراهيم ما كناش بنلعب، يمكن انا كنت مصاب وابراهيم كان عنده انذارات من السنه اللي فاتت فما لعبناش. انتوا ايه متفقين تلعبوا مع بعض وتتوقفوا مع بعض؟ لا لا والله ده جت بظروفها كده اتصبت في التمرين فانا ما لعبناش. لعبنا كذا ماتش، لعبنا فيوتشر ولعبنا الزمالك طبعا، ولعبنا دجله غلبناها 6 ولعبنا كذا ماتش الحمد لله، يعني كل الماتشات الحمد لله ادينا. يمكن اصعب ماتش بس كان فوتشر لان الملعب كان وحش جدا. الملعب يعني كذا الملعب احنا كنا بنلعب الملعب كان صعب جدا. ده كانت المباراه الصعبه فيهم. شايف المباراه الصعبه في ال5 جولات كانوا ايه يا ابراهيم؟ لا هو حسام غلط في، هو كان ماتش بتروجيت مش فيوتشر. كان بتروجيت بره، كنا بنلعب على ملعب وحش قوي. كان تراب، نلعب على ملعب تراب ما كانش ملعب كوره اصلا، فما عرفناش يعني ما فيش حاجه، ملعب وحش قوي، فده كان ماتش رخم بصراحه. ده كان ماتش صعب شويه. كان ماتش رخم بصراحه. هسالكم بقى سؤال خارج الكوره شويه. لما بتنزل تشتري لبس وانت لوحدك بتفكر في حسام ان انا اجيب له نفس اللبس ولا اجيب له حاجه ثانيه؟ لا احنا عامه لما بننزل نشتري لبس يعني احنا الاثنين بننزل مع بعض، يا اما واحد ينزل ويجيب لي الثاني نفس اللبس اللي هيجيله، نفس المقاسات نفس المقاسات كل حاجه. يعني ما فيش حد حتى لو هو تعبان مثلا وما نزلش او انا نزلت لوحدي بننزل احنا نشتري احنا الاثنين نفس الحاجه. ولو احنا على طول اصلا على طول بنبقى مع بعض وبنروح نشتري نفس اللبس برضه. طب مين اللي اختار بقى يلبس بعض النهارده في الحلقه؟ والله انا فكرة مين النهارده؟ قلت له احنا المره اللي فاتت برضه لما كنا مع حضرتك كنا لابسين نفس اللبس بس يمكن كان في حاجه مختلفه. بس المره كنا سهل نطلعك وقتها. فالمره دي لا احنا لابسين كل حاجه زي بعض، انا اتفقت انا هو اللي احنا ننزل نيجي باللبس ده طبعا والحمد لله. طب سؤال خارج الهوا، دايما في مقوله بتقول لك التوأم لما بيحصل حاجه الواحد لو التاني بعيد عنه بيحس بيها. طبعا انتوا اسهل ناس يعني تشرحوا لنا المقولة دي. لا فعلا بحس بيه فعلا، وكمان مواقف كتير حصلت ساعتها هو زعل وكان بيعيط وكان بيتكلم معايا، فهو لما عيط كده انا من غير اي حاجة ومع ان كان الموقف معاه وكنت زعلت كمان ورحت عيطت بسبب ان هو حصل مع حاجة زي دي. يعني بتحسوا ببعض. والله فعلا جدا. بتقول لنا موقف يا حسام. والله يمكن كنا في المنتخب كده وانا كنت زعلان شوية، كنت بعد الخروج لسه هنتكلم على المنتخب وتجربه المنتخب. بعد الخروج والله كنت زعلان جدا وكنت بتكلم معاه عشان كابتن وهاب بامانه والله كان يستحق كل التقدير. حقيقة. مدرب مدير فني كبير قوي والله، يعني ما يستحقش اللي بيحصل، بس هو كويس جدا والله، فانا زعلت عشانه والله. يمكن انا عيطت انا وابراهيم والله، وشافني بعيط عشان زعلان على المدرب فراح معيط والله على طول ساعتها في اليوم ده. طب قولوا لي شفتوا امبارح كابتن محمد وهبه رغم خلاص المنتخب انتهى امبارح كان حريص انه يكون موجود معاكم في المباراه؟ طبعا هو كان عيد ميلاده قبليها، فانا بقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن وهبه. وبعدين هو انا كلمته فقال لي انا جاي لكم الماتش بكره وهتفرج عليكم، وهو كمان كلمنا قبل مثلا بعد ما خرجنا في المنتخب قال لنا انا دايما هاجي اساندكم وهاجي معاكم وهتفرجوا على الماتش، وفعلا ده اللي حصل امبارح، جه اتفرج معانا، وهو شخصيه محترمه جدا وكلنا بنحبه والله، وهو مدرب كبير ولفته طبعا طيبه. هنتكلم بعد الفاصل باستفاضه بقى عن المنتخب. جيل 2006 جيل محترم فيه مواهب كبيره، والفتره اللي جايه كمان في منتخب 2005 بناشد كمان القائمين على الكره المصريه والمسؤولين في اتحاد الكوره سرعه تكوين فريق منتخب 2005، وهنا بناشد بتكوين 2005 عشان يبقى عندنا مساحه كبيره. والنهارده وانت بتكون 2005 عندنا قوام ايضا من 2006 مواهب كبيره ولاعيبه كبيره ان شاء الله تكون مكسب للكره المصريه. هنتكلم مع التوأم حسام ابراهيم عن تجربه منتخب 2006 ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بحضراتكم بضيوف التوأم حسام وابراهيم عادل. ابراهيم كنا بنتكلم عن الكابتن محمد وهبه المدير الفني لمنتخب 2006، وقلنا دي لفته طيبه ان يكون متواجد معاك ورغم خروج المنتخب
لسه ما زال في مكالمات ما بينكم وفي تواصل، دي لفته طيبه. وكان من الناس المقربين ليكم كابتن محمد وهبي. طبعا والله يا كابتن وهبي ده من الشخصيات المحترمه جدا ومدير فني كبير قوي والله العظيم، يعني مش بقول اي كلام، هو فعلا مدرب محترم جدا وده تعب معنا جدا، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل اللي حصل، بس ده من المدربين الكويسه جدا اقسم بالله، من احسن مدربين في مصر كلها. استفدت منه وتعلمت منه كتير. طيب طبعا والله استفدت منه حاجات كتير قوي، وكان بيعاملنا زي اب بالظبط والله، وكان دايما واقف جنبينا واقف جنب كل اللعيبه، واي لعيب كان مثلا محتاج اي حاجه كان هو اقرب واحد لينا، كان بيكلم اللعيبه كلها، كان معتبر اي لعيب بيحصل له اي مشكله حتى لو مشكله في البيت خارج التدريب وخارج الحاجات دي كان بيحلها له. وقف معانا كتير قوي والله، احنا طبعا زعلانين عشان اللي حصل ده عشان كابتن وهاب والله، واحنا يعني الحمد لله على اللي حصل بس وقدر الله ما شاء فعل. حسام كان لما رحتوا الجزائر على التصفيات الافريقيه كان غير المتوقع تماما خروج المنتخب المصري، خاصه منتخب ما شاء الله على مدار سنتين بتأدوا اداء رائع، خدتوا قبل كده بطولة شمال افريقيا، اديتوا مباريات كبيرة سواء قدام المنتخب الليبي المغربي الجزائري، لكن كانت مفاجأة، اتفاجئتوا انتوا كمان بالخروج ده. والله يعني احنا كلعيبة وكجهاز محدش كان متوقع. يعني احنا ما شاء الله كنا ماشيين كويس جدا، احنا لعبنا مع كابتن وهبي مثلا 11 ماتش ودي، كسبنا ال 11 وخدنا بطولة شمال افريقيا مع الكابتن وهبي، كان بيشتغل معانا يعني بكل امانه وكل صدق. طب ايه اللي حصل؟ يعني هي ظروف بس يعني ربنا شال لنا، اكيد ربنا شال لنا حاجه احسن. يعني احنا كنا متوقعين حتى كلعيبه كنا متوقعين ان احنا مثلا ناخد البطوله دي وهنصعد، لان يعني احنا جيل كويس جدا حقيقي. والكابتن وهبي كان يعني مدير فني كبير قوي، كان يستحق معانا حاجه احسن من كده، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله يعني ان شاء الله نكون مع جيل 2005 ان شاء الله في المنتخب الجاي. الخساره امام منتخب ليبيا في بدايه اول مباراه صعبت المهمه شويه. طبعا احنا لما كناش مصدقين اصلا ان احنا نخسر، كانت كل التوقعات فوز منتخب مصر. احنا اصلا الماتش ده لو ليبيا دي لعبتنا 10 مرات هنكسبها 15 مره. يعني ما كناش متوقعين خالص ان احنا نخسر الماتش ده، بس هي ظروف بقى والحمد لله. احرزتوا هدف في التصفيات. احرزت في تونس ويمكن في الماتش الوديه انا حارس كذا هدف، وحرزت في لبنان وعامل اسيست لابراهيم في ماتش السعوديه. فالحمد لله يعني والله كنت ماشي عامل بطوله كويسه، حتى لما خسرنا كنت عامل بطوله عندنا لقطات هنا من مع المنتخب. يمكن جون ابراهيم في لبنان في ماتش لبنان ده ماتش لبنان. يعني هو كان خارج التوقعات، وانا من هنا كمان يعني بناشد مره ثانيه المسؤولين عن الكره المصريه واتحاد الكوره بسرعه تجميع منتخب 2005 علشان نقدر يتم اختيار المدير الفني ويقدر المنتخب ده يشتغل علشان الاولمبياد 2028. عندنا قوام رئيسي ولاعيبه كمان في 2006 يقدر يستعين بها المدير الفني، عندنا لعيبه على اعلى مستوى، ضيوف النهارده اثنين من اللعيبه دول زائد لعيبه كتير نقدر نتكلم عنها في منتخب 2006. رغم الخروج ضيف امبارح الكابتن محمد حشيش قال كلمه مهمه جدا، قال يا ريت اتحاد الكوره يبقى فيه تخطيط ورؤيه للمستقبل. عندنا منتخب خرج لكن عندنا مواهب حقيقيه في 2006 لازم نستفيد بهذه المواهب، علشان كده فرصه في منتخب 2005 يكون عندنا قوام ايضا من 2006 ويتم دمج المنتخبين، لكن سرعه تكوين المنتخب مع اختيار مدير فني كفء علشان التخطيط الافضل للكره المصريه. امبارح في مباراه الاهلي والزمالك بعد ما فزتوا كولر كان حاضر امبارح. شفتوا الخطوه دي ازاي؟ خاصه خلاص الامور بقت قريبه دلوقتي، يعني النهارده الجهاز الفني ما بيتابعش المباراه من التلفزيون، لا ده كولر موجود جهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ. شفت الخطوه دي ازاي؟ والله يعني اللي مستر كولر يجي يتفرج علينا والكابتن سيد عبد الحفيظ وميشيل يانكو مدرب الحراس وكلهم يعني، والكابتن وليد سليمان طبعا كان بيتفرج، وكابتن شريف عبد الفضيل، وطبعا كابتن خالد بيبو. فدي اصلا حاجه بتدينا دافع اللي احنا نعمل مستوى كويس ونعمل اداء كويس، لان اكيد كل طموحاتنا اللي احنا نلعب فريق اول. كلنا يعني طموحاتنا اللي احنا نفسنا نتصعد، لان احنا يعني الجيل بتاعنا كويس جدا وفي لعيبه كويسه جدا تستحق انها تصعد في الفتره الجايه. ويعني لما بنشوف مستر كورر ولا كابتن خالد بيبو بيتفرجوا علينا دي بتدينا دافع والله اللي احنا نلعب ونعمل كل حاجه، والحمد لله احنا امبارح عملنا اداء كويس امام الزمالك وكسبنا والحمد لله. سعيد امبارح بانضمام
او متابعه كولر ابراهيم وهو موجود. كان قبل كده موسيماني وكان ليكوا صوره شهيره مع موسيماني لما جه تابع مباراه في الناشئين. النهارده كولر ايضا موجود كمان وبيتابع مباراه اهلي وزمالك زي ما تابع 2005 وتابع 2001 ايضا امبارح تابع فريق 2006. طبعا انا كنت مستني اللحظه دي ان هو يجي يتفرج علينا وشفنا كويس. وكنت مستنيها من بدري جدا ان هي تيجي والحمد لله ده حصل ان هو جه وامبارح اللعيبه كلها ظهرت بشكل مميز ودي كانت اهم حاجه انا كنت مستنيها امبارح ان شاء الله في الفتره ديت او فتره كمان كم سنه كمان كده بالكتير قوي بكون في الفريق الاول ان شاء الله وده طموحي وانا كنت مستني ان هو يجي يحضر الماتش ده. كبر لنا الشاشه كده يا استاذ برجاوي مخرجنا عشان نشوف الاهداف الحلوه دي. ده الاحرز الهدف حسام صح؟ كبر لنا الشاشه دي كانت في مباراه المقاولين. كلمونا عن الاهداف في اهداف حلوه. مين اللي احرز الهدف ده؟ انا في ماتش ده ابراهيم ماتش لبنان ده ماتش لبنان مع منتخب مصر للشباب في التصفيات. الهدف الثاني ده اي عرض لنا اهدافهم عايزين نتفرج نشوف حسام وابراهيم الموهبه الكبيره ده هدف حلو قوي زعنا المباراه احنا دي على قناه الاهلي دي برضه مذيعه صح؟ كانت مذيعه على قناه الشاشه. اتكلمنا عن الهدف ده يا حسام. والله يعني انا كنت عندي ثقه كبيره قوي لما كنت بتدرب مع الكابتن سامر لان هو كان مديني ثقه وكان بيشتغل معايا بعد كل ماتش والحمد لله اللي انا قدرت اخد معاه هداف الدوري جايب 22 هدف السنه اللي فاتت وان شاء الله السنه دي ان شاء الله اتمنى احقق نفس الانجاز ان شاء الله واكون ده هدفك في الزمالك برضه السنه اللي فاتت؟ هدفي في الزمالك يمكن معوض عمل لي الاسيست في الماتش ده والحمد لله كسبنا برضه 3-1 ده كان متابعه اتعملت على القائم الاول وكملت وحطيتها بدماغك ممكن جبت جون كمان وده ماتش امبارح جبت الجون الاول والجون الثاني جون المكسب طبعا وفخور جدا اللي انا بلعب في النادي الاهلي والله ليا الشرف امبارح ابراهيم كان هيحرز هدف صح كملت انت في كره وحطيتها بدماغك اترفعت من ناحيه اليمين ده كان شهاب محمد احمد سعد كان محمد احمد سعد هو اللي عمل ده الهدف اللي عام الهدف الثاني ده بقى من الاهداف الحلوه قوي قول لي بقى اصل ما ينفعش نفوت الهدف ده انا واخده هدف الاسبوع معايا في قطاع الناشئين الاستلام والدوران السريع وانت بتلف بكره انت بتفكر تحطها في الزاويه البعيده لحارس المرمى والله يمكن انا قبل الماتش حتى في التمرين بفضل اشتغل على الحاجات دي عشان ربنا يكرمني وانا كنت حاسس ان انا هجيب جون والله وكان نفسي اجيب جون بنفس الطريقه والحمد لله يعني جبت الهدف ده والهدف ده مفضل ليا جدا كمان عشان كان هدف الفوز والحمد لله يعني استلمتها كويس ولفيت وشطت في البعيده كمان فهو هدف كويس جدا يعني. كابتن وليد سليمان كان بيتابع المباراه امبارح طبعا كابتن وليد سليمان وكتير من نجومه وكابتن خالد بيب وكابتن شريف وطبعا مدربين الفريق الاول وكابتن سيد الهدف ده وانت بتتكلم لا انا اللي عامل له الاسيست برضه ما انا بقول لك دايما متفقين في البيت لا والله دايما متفقين في البيت حسام يقول لك ابراهيم عينك معايا كل كره تحطها لي لا والله يا ده هدف سموحه صح؟ ده سموحه كنت جبت هدفين الفوز عامل ترقيصه كويسه هناك ولعبتها له وهو جابها كمل عليها وده الهدف الثاني برضه هو اللي جايبه في الماتش ده وكسبنا 2-0 ساعتها ده السنه اللي فاتت هدف برضه من الاهداف الحلوه. قول لي بقى كابتن وليد سليمان ما حصلش مكالمه ما بينكم مع تعيينه في قطاع الناشئين؟ لا لسه ما شاء الله انت انا شايف اهداف كتير واحنا بنتكلم ده هدف بتاعه هو اللي عامله لي بقى حسام اللي عامله لي شال المره دي يعني ده المره دي ابراهيم وحسام هو اللي بيقول عامله لك مش بقول لك برضه ما حدش مصدقني دايما متفقين مع بعض لا والله ده ساعتها كابتن سامر قال لنا الجون ده مش هيحصل تاني ليه؟ مش لان احنا كنا زعلنا مع بعض فهو قال لنا الجون ده مش هيحصل تاني ده برضه من الهدف ماتش المقاولين برضه الماتش اللي كان مذيع ده حسام برضه اللي حطها ده كان ساعتها معوض اللي عمله الاسيست برضه في تفاهم كبير عمر سيد معوض حسام عادل ابراهيم عادل هشام مصطفى صح؟ يعني في تفاهم في ما بينكم كبير جدا في الحته اللي قدام دي والله طبعا احنا كلنا زمايل وكلنا بنحب بعض وعندنا تفاهم كبير يمكن انا ومعاد عندنا تفاهم وانا وهشام برضو وانا وابراهيم فالحمد لله اللي احنا بنقدم مستوى كويس يعني كويس بتتابعوا كاس العالم؟ طبعا تشجع مين في كاس العالم؟ انا كنت نفسي رونالدو هو اللي يفوز بيها بس انا بقول البرازيل هي اللي هتكسب البرازيل تكسب كاس العالم؟ تكسب كاس العالم السنه دي حسام وانا توقعاتي يعني انا اتمنى البرتغال عشان رونالدو بس هي طبعا البرازيل قويه جدا ومرشح
قوي جدا ان هو يفوز بالكاس العالم. يعني هنا البرازيل وهنا البرتغال اول مره تختلف. هو البرازيل بصراحه بتقدم كره بها مش بيلعبوا كره زي البني ادمين اللي بتلعب تاني. البرازيل بتلعب كره غريبه خالص. يعني امبارح جايبه جون في جابوا جون كده عملوه هم الثلاثه حطها على دماغه وراح مباصيها راح جري راح لمسه واحده في حته لمسه تحرك سريع ما حدش يصدقها ان هي تيجي كده. فهم بيقدموا كره يعني جميله قوي ما شاء الله. والبرتغال انت متعاطف مع كريستيانو؟ انا بحب رونالدو جدا واخده مثل الاعلى والله. فانا بحبه جدا. كمان لسه بشتري الجزمه بتاعته عشان انا بحبه جدا صراحه. وبقول لك دلوقتي مخرجنا برجاو بقول لك البرتغال كسبانه 1-0 دلوقتي الحمد لله. المباراه القادمه لو استمرت النتيجه فوز البرتغال هتواجه المغرب. وقتها كنا بنشجع المغرب طبعا. طبعا انا بشجع المغرب طبعا عشان دي بلدي الثانيه طبعا. كلنا بنشجع البلاد العربيه وشرفونا عاملين بطوله حلوه قوي المغرب وتستحق يعني الاداء اللي فيه. قولوا لي شايفين بقى اداء الاهلي الحلو مع كولر ازاي ابتدى المشوار ببطوله السوبر المصري امام الزمالك وكانت مباراه مهمه ورائعه من لاعبي النادي الاهلي وطموحكم كمان انكم تطلعوا الدرجه الاولى. شايفين الاهلي مع كولر ازاي؟ والله مستر كولر شغال كويس جدا ومدرب كويس جدا وشغال مع اللعيبه كويس جدا. يمكن تشوف كريم فؤاد اشتغل معاه ازاي وطاهر محمد طاهر الناس دي شغاله كويسه جدا وعامل اداء كويس جدا وفي تفاهم مع بعض في خط الدفاع ونص الملعب ماشيين متالقين جدا. فيعني هيعملوا موسم كويس جدا مع مستر كولر. شفت النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبنقول بلعب في كذا مركز كريم فؤاد بيلعب ايه دايما؟ بيلعب باك رايت وباك كابتن. باك رايت النهارده كولر لما جه وظفه في الحتة اللي قدام بقى واحد من هدافين الفرقة وجت فيها بشكل كويس. ودي النقطة بقى اللي انا كنت بقول لكم عليها النهارده لما بتلعب في كذا مركز بتكون اختيارك كم واحد المدير الفني. انا طبعا يعني اي مركز المدير الفني هيقول لي العب فيه هلعب وهأدي وهظهر بأي شكل حتى لو وقفنا جون هأدي برضو لان انا ان شاء الله في دماغي حلم كده وهوصله. وان شاء الله اي مركز اي المدير الفني يقول لي العب هنا وده اللي مطلوب وان شاء الله احقق اللي انا عايزه انا وحسام ونطلع الفريق الاول. مين اللعيب اللي بيعجبك في الدرجه الاولى في الاهلي؟ في الاهلي بصراحه انا بحب اليو ديانج. اليو ديانج بتشوف الروح والقتال والجري. هو اليو ديانج عشان هو لعيب بصراحه يعني هو دفاع وهجوم بيعرف يعمل الحته دي كويسه قوي. كويس. فعنده الدفاع والهجوم كويسه قوي ان هو من سته يعني هو السته ده افضل سته في مصر حقيقة. محترف. ولو هتقول افضل سته في مصر عندنا يبقى حمدي فتحي. حمدي فتحي. اللي يعني الاثنين دول بصراحه في المركز السته ما فيش بدائل ليهم في مصر. يعني اكتر اثنين يعجبوك في الاهلي حمدي فتحي واليو ديانج. هم في مركز سته. مركز وهم اثنين احسن لعيبه. احسن اثنين في مصر. في مصر يعني وفي افريقيا. اليو ديانج محترف وحمدي فتحي ما شاء الله الاثنين بيحاربوا مش بيلعبوا كوره. حقيقه. حسام مين اكتر لعيب بيعجبك في النادي الاهلي؟ صراحه بيعجبني احمد عبد القادر جدا. لانه كان من الناشئين الاهلي حقيقة. من قطاع الناشئين وكان عنده طموح برضه انه يلعب فريق اول وقدر يحقق طموحه وطلع للفريق الاول واثبت نفسه بقى عنصر اساسي في النادي الاهلي ومن نجوم الفريق الاول يعني حقيقة. اخيرا بقى عشان وقت برنامجنا طموحاتك يا حسام مع النادي الاهلي بقى وامنياتك مع الدرجه الاولى. طموحاتي والله ان انا اتصعد فريق اول بدري يعني ان شاء الله نفسي ان انا اتصعد فريق اول ان شاء الله. لو اتصعدت فريق اول ان شاء الله اني مش هنزل تحت تاني وانا واخد ثقه في نفسي وفي ربنا طبعا اللي انا اتصعد فريق اول واحقق حلمي واحقق حلم اهلي عشان اهلي بيكونوا مبسوطين جدا بيا يعني مامتي ربنا خليها لي طبعا هي وبابايا وقرايبي كلهم يعني بيفضلوا جنبي وبيساعدوني على طول جنبي فانا ان شاء الله اتصعد فريق أول. ابرز النصائح اللي بينصحها الاسره ليك بقى؟ والله وبابايا ومامتي طبعا وجوز عمتي وعمتي طبعا واولاد عمتي كلهم بينصحوني دايما. جوز عمتي في ظهري وبيفضل ينصحني. يمكن هو الجون اللي انا جبته في الزمالك الثاني ده قال لي انت رجليك حلوه ولف وشوط فانا شوت وخدت بالنصيحه. يعني هو دايما واقف معانا هو وبابايا ومامتي وعمتي واولاد عمتي كلهم واخواتي طبعا. فيعني انا بشكرهم جدا والله عشان هم تعبوا معايا جدا ويستحقوا كل التقدير ان شاء الله تحققوا طموحاتهم. ابراهيم اخيرا برضه طموحاتك مع النادي الاهلي؟ طبعا طموحاتي اللي ان شاء الله اني بالكتير قوي السنه الجايه اكون في الفريق الاول وده اللي بطمعه ده اللي انا حاطه في دماغي اللي انا بشتغل على نفسي عشان اطلع الفريق الاول عشان احقق حلم اهلي اللي هم تعبوا معايا كتير ودايما واقفين جنبي يعني بابا ومامتي وعمتي وجوز عمتي وخالي واخواتي طبعا كل العيله ولاد عمتي كلهم طبعا بيبقوا واقفين جنبي
وبيساندوني بصراحه، فانا عايز احقق حلمي وحلم الناس اللي واقفه كلها جنبي. وانا بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله قريبا الحلقه الجايه بقى وانا بستضيفكم تكونوا لعيبه في الدرجه الاولى ان شاء الله، ونبارك لكم هنا في برنامج الاشبال اللي كان بدايه معرفه الناس بالتوام حسام ابراهيم. ان شاء الله ده حلمنا طبعا يا كابتن اسامه، والله اللي احنا نكون نجوم النادي الاهلي ان شاء الله. وده مش بعيد، عندكم الاصرار، عندكم العزيمه، عندكم الموهبه، وان شاء الله تكونوا وجوه مبشره للنادي الاهلي في الدرجه الاولى قريبا. بشكر ضيوفي التوام حسام وابراهيم، اثنين من المواهب اللي هتشوفوها قريبا ان شاء الله في الدرجه الاولى. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وبنبارك للعرب والمنتخب المغربي الفوز النهارده على منتخب اسبانيا والوصول الى دور الثمانيه، وان شاء الله المنتخب المغربي يوصل لابعد نقطه في المونديال، وان شاء الله العرب يقدروا يكتبوا التاريخ. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده من الاشبال.